السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عايزين نبين للمستخدم ان في هنا بيانات اجبارية وبيانات اختيارية، بمعنى ان انا عشان اضيف صنف لازم اهم حاجة كود الصنف ده يتملي هو واسم الصنف، ده اهم حاجة. الاتنين دول الحاجات ديت ممكن لاحقا تملاهم، فاحنا هنعمل حركة ظريفة قوي. هنعمل ده وده باللون اصفر، باللون اصفر، بحيث نعرف ان ده اجباري لازم يكمله. ونعمل هنا اهو لونين، حاجة يعني زي الزرايب كده، بحيث ادي اصفر اهو ودي ابيض. هنا إجباري، هنا لاحق، هنا مليء بيانات لاحقا. مليء بيانات إجباري، ينفعش ان ادخل بيانات واسم الصنف او الكود حتى يبقى مش موجود. نحاول نعمل لون تاني بحيث يبقى باين، هذا الأخضر أهو يبقى ده أخضر، بس أنا عايز هنا ده وده، مينفعش إن أنا أضغط عليهم. ده اجباري كده، عرفت الزبون اللي قاعد بيستخدم البرنامج ايه، ان في حاجات اجباريه اهو، يبقى اللون ده اجباري، بحيث لو عملت ادخال وده فارغ وده فارغ يبقى بقى الرساله. فين الرسائل؟ فين اللي هو 8؟ ماشي، هبقى 8 ده وسي كنترول في، يبقى هنا 9. قول هنا بقى
يوجد بيانات فارغة، يرجى مليء، يرجى مالي جميع البيانات، لجميع البيانات الإجبارية. بس كده، يرجى مليء جميع البيانات الإجبارية. طيب انا دلوقتي عايز اعمل بقى ايه؟ لو ده فارغ او ده فارغ يبعت لي الرسالة ديت. ماشي كده، نستخدم بقى الكود. لو المربع فارغ، هو ده، هنستخدم الكود لو المربع فارغ، اور او اند تاني يبقى هنا التكست زيرو. او تكست اتنين ايه اللي يحصل؟ هطلع لي الرسالة دي. اللي هو فورم 9. ايش كده؟ فورم ايه؟ 9. تعال نستخدم بقى الكود. جهاز مهنج. ده هيبقى أول حاجة. طب شيلها كده. لا هنخليها أور أو سيف. بس يرجى مليء جميع بيانات الإجبارية، إغلاق كود الصنف 120. ها، يرجى مليء جميع البيانات الإجبارية. ها، إغلاق بقى، بتقفل يا أخي يا ابني، اقفل. اسم الصنف دينامو سيارة. ها، ادخال. خلاص كده دخل بقى. ديمو سيارة. تعالى تاني، عيد تاني. ها، اسم الصنف دينامو. بلاش دينامو، خليها مقاوم. يرجى مليء جميع البيانات الإجبارية، عشان ما عملتش كود. طب كده هل هو سجل؟ ما سجلش. يلا، ده مثال النهارده. حمل المثال دوت ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية. نشوف كده نكمل إيه.
بالنسبة للوحدات الصغرى والوحدة المتوسطة والوحدة الكبرى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.